بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم لا كويزين فاتي. اليوم بإذن الله راح نديرو بتيبا مع بعض. بتيبا مورق بدون زبدة التوريق بعجينتين. إذن هنا عندي 240 ملي حليب وعندي 240 ملي ماء، مغرف خمارة، زوج معالق سكر، نخلطهم مليح مليح حتى يذوب السكر، من بعد نغطيهم ونخليهم يرتاحوا. هنا راح نغطي الخليط ونخليه على الاقل 10 دقائق. هنا بعد ما خليت الخليط 10 دقائق، شوفوا هنا يخمر لي، راح نزيد حبه بيض ونزيد زوج معالق الاخرين تاع السكر. السكر يبقى حسب الاختيار، حسب يعني ذوق الانسان، اللي يحب يدير اكثر من 5 يدير، حاب ينقص ينقص. درت مغرف صغيرة تاع لافاني ومغرف صغيرة تاع الملح، والملح ضروري للمعجنات. هنا راح ندير الفرينة تدريجيا برك، نخلط كل ما ندير شوية، نخلط حتى نوين تجمع لي العجينة وتكون طرية. هنا نحل فوي هذا نحو وندير بيديا باش نحس العجينة إلى مخصوصة الفرينة ولا لا. لا هكذا نخلط بيدي، هكذا راني نسرع شويه في الفيديو باسكو الفيديو كبير شويه، طويل بزاف بزاف، سرعت شويه. هنايا شوفوا هنايا بعد ما لحقت العجينه هكذا راح نزيد شويه تاع الفرينه. كيما قلت لكم الفرينه لازم تكون تدريجيا. وبتيبا هذا تقدروا ديروه بتيبا وتقدروا ديروه كرواسون كيما حبيتوا، شكلوه كيما حبيتوا. هنايا شوف العجينه يعني خبطها برك شويه، وراح ندير لها مغرف كبيره نتاع الزبده معمره مليح مليح، قيس نتاع 35 غرام. رايحه ندخل كامل هذيك الزبده في العجينه هذه. يتما ما درتهاش قاسحه، يعني درتها طريه باش الزبده تسهل لي باش تدخل لداخل العجينه. هنا راح نزيد شويه برك نتاع الفرينه، من بعد نح شويه من العجينة هكذا، نزيد شوية برك باش نسلك يديا. هاي ليك العجينة قصبت، ديت شوية منها. هنا راح ندير لها، جبت زوج مغارف نتاع الكاكاو، درت لهم شوية تاع نسكافي. تقدري ديري نسكافي، تقدري ديري زوج مغارف نتاع الزيت للكاكاو هذا. اذا راح ندير الكاكاو هذاك للعجينه اللي نحيتها، نحيت شويه من العجينه هذيك البيضاء، راح ندير لها الكاكاو حتى وين تولي. هنا الكاكاو ماشي شرط ديري زوج مغارف ولا ثلاثه ولا مغرف، ليسونسيال تولي لك العجينه ما تحبسي. كل ما ديري تحبسي، كل ما ديري الكاكاو تشوفي الى لحقت مارون ولا لا. لا شوفوا هنايا بعد ما لحقت لي مارون، درتها داخل البول، درت له شويه تاع الزيت وغطيتها نخليهم يخمروا. شوفوا هنايا بعد ما خمرت لي العجينه، رايحه ديغازي كامل هذيك العجينه، رايحه نشكلها دي بول. هنا راح تخرج لي 9 كريات متساويه، راح نقسمها على 8، من بعد نحكام شويه شويه منهم حتى وين تلحق لي 9 كريات. انا قسمتها على 8 كما راكم تشاهدوا، رايحه نديرهم كامل دي بول، وكل ما نشوف لابول كبيره شويه نقص لها شويه حتى وين لحقت لي 9 كريات. هاي ليك نغطيها ونزيد نجبد العجينه نتاع الشوكولاته، رايحه نقسمها الى 4 اقسام. هنا راح نقسمها الى 4 ونكورهم ونخليهم يرتاحوا يا ربي 3 دقائق 4 دقائق، ومن بعد نبداو نشكلوه. هكا نسقم كامل العجينه، يعني خرج واحد البتيبا هايل هايل صدقوني. مام الكوزينه كي كان يطيب كانت الريحه نتاعو هايله هايله هايله، تقولي راكي في المحل تاع المخبوزات. هايلك هنايا بعد ما ارتحت لي شويه، وراح دوكا نشكلهم، نشكل الكريات هذوك البيوضة، نشكلهم كريات صغار نديرهم في طبسي يكون بلا ولا في سنيوه كيما حبيتو، باسكو راح ندخلهم بعد للثلاجه.
سي بور سا تدو حاجه يعني اللي تدخل داخل الثلاجه. اذا كل ما ندير كوريه هنايا راح ندير لها الزبده، مغرف صغيره برك تاع الزبده، ونمشيها كامل على الوجه نتاع العجينه. هاي اللي هنايا راني نمشي كامل الزبده هذيك. هنا تقدروا ديروا الزبده تاع التوريق كما تقدروا ديروا مارغرين. انا درتها بالمارغرين خرجت واحد الريحه هايله هايله، باسكو علاه كي ديروا لا مارغرين مليح تعطيكم نتيجه هايله. والكاكاو ثاني كيف ديروا كاكاو اللي عنده الريحه مليحه باش تعطيكم نتيجه مليحه. اذا هنا لازم ندير كامل لي بول هذوك، كل ما ندير قريه وحده نسطحها كامل نزيد ندير فوقها مغرف صغيره نتاع المارغرين. انا نشكلهم كامل هكذا ونعاون روحي بالفرينه باش ما تلصقش باسكو العجينه طريه. اذا هنا كل ما ندير عجينه كل ما ندير قريه نسطحها ندير فوقها شويه نتاع زبده ولا لا مارغرين ولا مارغرين التوريق هكذا. هكذا يعني في وقتها سخانه. انا نحب ندير معجنات في السخانه باش تمتم يطلعوا يعني ما تخافيهاش كامل العجينه تلعبي بها اللعب باسكو حاجه سهله. وخاصه المبتدئات يعني ما لازمش يخافوا من العجينه، لازم العجينه هي اللي تخاف منك. هكذا ما تخافيش كامل كي ترفديها ولا تعجنيها ولا. اذا هنا كما راكم تشاهدوا كل ما ندير الكريه كل ما نسطحها ندير فوق وجه تاعها الزبده. هكذا انا كملت كامل هذوك البيوضه، راح ندير نشكل هذوك دروكا نتاع المارو هذوك تاع الشوكولا. هنا راح ندير شوكولا هذيك تاع الشوكولا الكريه تاع الشوكولا من فوق. هكذا ندير لها كامل الزبده على الوجه تاعها. هكذا حتى نكمل هذوك ربعه. هنا بعد ما كملت كامل الكريات بقات لي هذه برك الاخرى، هذه من نديرها من الفوق من بعد ما نديرش الزبده. هنا رايحه نكتفي بهذا القدر يعني كملتهم كامل. درك حنغطيهم مليح مليح بالساشي، ندير شويه البرك نتاع الفرينه من الفوق، رايحه نغطيها كامل بالساشي ولا بال فيلم اليمونتير وندخلها لداخل الثلاجه لمده ساعه او ساعتين يعني ترتاح والزبده هذيك كامل تشد روحها. هنا بعد ما جازت ساعتين هنا وجدت الشوكولاته، تحكمي بواطا تاع الشوكولاته تقطعيها كامل اصابيع. من بعد نجبدوا العجينه نتاعي راح نسطح فوق الفرينه ونشكلها مربع، نصقمها كامل نشكلها مربع. هكذا هكذا نقطع كامل هذوك الجوانب باش يخرج لي مربع متساوي الاضلاع. هكذا نقطع كامل ولي الشوت هذو ما نلوحوهمش، نقردوهم برك هكذا نخلوهم هكذا ومن بعد نشكلوهم اشكال يعني دروك تشوفوهم كيفاش نشكلوهم ويخرجوا هايلين ومنفخين وملاح، خاصة من عنده واحد الكو. والله يا البنات يعني كي تجربوه تشوفوا الكو نتاعو كيفاش يخرج هايل هايل. انا كي ندير حاجة في الدار وتكلت بليلها يعني ثمتم كلاوها نقول بلي النتيجة هايلة والحاجة هذيك اللي درتها رائعة جدا. انا عجبتني واحد الريحه تاعها من الداخل ما عندهاش كامل اللب الداخل زيد. هاي اللي هنايا بعد ما قطعتها الى قطع مستطيلات صغار ومن بعد نقلبها فوق الوجه نتاع الشوكولا ومن بعد نضربها بالموس هكذا باش تعطيني شوفوا تعطيني الشكل هذا. راح ندير لها شويه كما قلت لكم، راح ندير اصابع تاع الشوكولاته وندير
كل مستطيل ندير له اصبع تاع الشوكولا. شوفوا هنايا بعد ما كملتهم كامل وراح ندخلهم للفرن، يكون يعني كي يطلعوا يتنفخوا ندير لهم بيضه البيض من الفوق، ومن بعد كي طابوا شوفوا النتيجه كيفاش خرجت ولا اروع. شوفوا الشكل تاعها هايل. هذو اللي الشوت اللي قلت لكم عليهم درتهم حربوش كبير ومن بعد لويته كامل، خرج هايل. شوفوا الداخل كيفاش خرجت يعني ما فيهاش كامل اللب، خرج فيد من الداخل. اذا ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. ما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.